قلنا من انواع المعارف، المعارف سبع انواع، قلنا منها الضمير. عرفنا الضمير ينقسم الى قسمين، ضمير بارز وضمير مستتر. وقلنا الضمير البارز هو الذي يظهر في النطق وفي الكتابه، وضمير المستتر لا يظهر في النطق ولا في الكتابه ولكن يلحق من خلال الكلام. بعدين ناتي الى الضمير البارز اللي هو يظهر في النطق وفي الكتابه او في اللفظ وفي الخط، اللي هو البارز ينقسم إلى قسمين، اللي هو بارز منفصل وبارز متصل. هذا يظهر في النطق وفي الكتاب، بارز منفصل وبارز متصل. نأتي تعريف الضمير البارز المنفصل. الضمير البارز المنفصل، إيش هو الضمير البارز ومنفصل؟ تعريفه هو الذي يبتدأ به وهو قسمان. ضمير صح نبدأ به وهو قسمان، ينقسم إلى ضمائر رفع وضمائر نصب البارزة المنفصلة. تكون ضمائر رفع تكون ضمائر نصب، ما فيش ضمائر جر. البارزة اللي هي ضمائر رفع يعني تقع محل رفع، أو ضمائر نصب تقع محل نصب. هنا ضمائر الرفع اللي هي ضمائر للمتكلم مثل أنا نحن، للمخاطب طبعا أنا نحن هذا للمتكلم، للمخاطب أنت أنت أنتما أنتم أنتن، أنت أنت أنتما أنتن، هذه ضمائر للمخاطب. للغائب هو هي هما هم هن، هذه يسموها ضمائر بارزة منفصلة و تقع في محل رفع. كذلك الضمائر البارزة المنفصلة الثانية اللي هي ضمائر النصب، ضمائر النصب اللي هي ضمائر النصب للمتكلم وللمخاطب وللغائب. إياي للمتكلم إياي وإيانا، للمخاطب إياك إياك إياكما إياكم إياكنا، للغائب إياه إياها إياهم إياهما إياهن. هذه ضمائر بارزة منفصلة تقع في محل رفع، وهذه تقع في محل نصب. هذه تقع في محل رفع وهذه تقع في محل نصب. فعندما نجد قطعة أو بيت شعر أو قرآنية نقول استخرج منها معرفة. لقيت أنا نقول هذه معرفة. نوع من أنواع المعارف ضمير، نوع من انواع الضمير بارز، نوع من البارز منفصل واقع في محل رفع. لقيت مثلا كلمة إياك لقيتها في بيت شعر ولا في آية قرآنية ولا في قطعة نقول إياك، هذه معرفة. شنو نوعها من انواع المعرفة؟ ضمير. نوع من انواع الضمير بارز، نوع من انواع البارز منفصل واقع في محل ماذا؟ واقع في محل نصب. القسم الثاني من البارز ينقسم إلى منفصل ومتصل. المنفصل هو الذي يبتدا به، صح نبدا به، نقول هو، نقول انا، نقول نحن، انت انت، يصح ان نبدا به. لكن المتصل لا يصح ان نبدا به، هو ما اتصل بغيره. المتصل وهو ما اتصل بغيره، وهو ما اتصل بغيره ولا يبتدا به، اللي هي ثلاثة اقسام: ضمائر تقع في محل رفع، ضمائر تقع في محل نصب، وضمائر تقع في محل جر. هنا قلنا تقع في محل الضمائر المنفصلة اللي هنا اللي هي تقع في محل رفع ومحل نصب. هذه الضمائر الرفع المنفصلة تقع في محل رفع ومحل نصب، لكن الضمائر المتصلة تقع في محل رفع ومحل نصب ومحل جر، ثلاثة أقسام. أولا الضمائر المتصلة التي تقع في محل رفع ولا يبتدأ بها مثل تاء فاعل، يصحش تاء الفاعل نبتدي بها، لابد ان تكون متصله بغيرها. تاء المخاطب، تاء الفاعل مثلا يقول ذهبت، ذهبت، تاء هنا تاء الفاعل، صحش تاتي بروحها، لابد ان متصله بغيرها. تاء المخاطب ذهبت، ذهبت، هذه يصح الا تتصل بغيرها. واو جماعه ذهبوا، الف الاثنين ذهبا، النسوه ذهبنا، اذا هذه ضمائر تقع في محل رفع متصله، لا يصح ان يبتدا بها. الضمائر المتصلة الواقعة في محل نصب اللي هي ها الغائب وكاف المخاطب
ويا المتكلم ونا الفاعلين. مثلا بغير سمعنا نحن نا فاعلين. هل غائب كيف المخاطب؟ كيف المخاطب؟ هذه كلها ضمائر تقع في محل نصب، تقع في محل نصب. سمعه هل غائب؟ سمعه الها هنا هل غائب وقع في محل نصب. سمعك ك هنا في محل كيف المخاطب وقع في محل نصب متصل. كذلك ضمائر الجر التي تقع في محل جر اللي هي كاف المخاطب وها الغائب ويا المتكلم، هذه الضمائر المتصلة تقع في محل جر. كاف المخاطب مثلا قلت كتابك، كاف هنا هذه وقع في محل جر كتابك. ها كتاب كتابها كتابه، يا المتكلم كتابي كتاب كتابي، هذا يا هذا يا المتكلم واقع في محل جر كتاب مبتدا والياء في محل جر الضمير في محل جر. اذا هنا عندنا ان الضمير ينقسم الى بارز ومستتر. البارز البارز هو ظاهر في النطق والكتابه ولا في النطق والخط، وهذا المستتر لا يظهر لا في النطق ولا في الكتابه. وينقسم البارز الى قسمين، منفصل ومتصل. المتصل عارف المنفصل هو الذي يبتدأ به، وهو قسمان، ضمائر تقع في محل رفع وضمائر تقع في محل نصب. المتصل هو ما اتصل بغيره ولا يبتدأ به، ويقع في ثلاث محلات هي ضمائر في محل رفع وضمائر نصب وضمائر جر. نعمل ان تكونوا قد استعرتم الشرح. ان شاء الله في الحصه القادمه حنبدا بقيه المحاضره، وحناخذ بقيه انواع المعارف اللي هي العلم، اسماء الاشاره، اسماء الموصوله، والمعرف بالال او بالالف اللام، والمعرف بالاضافه، والمعرف بالنداء. ارجو منكم ان تذاكروا وتراجعوا هذه المحاضره، ونستعد للمحاضره ان شاء الله الايام القادمه نكمل بقيه المحاضره الرابعه. والى ان نلتقي بكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.